مشكلة ماشي. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. معلش انا ساعات بس بعطل كده في النص بالله عليكم، فانا بحب ان انا ايه يبقى الناس معايا. يعني سوري بقى، نعمل شير سكرين ونقول الو. ما اعرفش ليه الو لازقه في بقي كده، مش اهو، ونقول الو. كلكم كده شايفين معايا ده اخر اكسل شيت كنت انا بعته لكم، شايفينه كده؟ تمام. تمام. الاكسل ده كنا احنا عاملين على اهو الحاجه على الجنب اهي دلوقتي اهي، كنا عاملين على سم وكاونت ايه، وكنا بندور على كاونت اف وسم اف. الناس كده معايا صح كده؟ هي ما بتردش عليا غير دعاء بس ولا ايه؟ ولا منا بس ولا تمام؟ معاك معاك، انا سامعينك. هنا. معلش سامحيني، بس سامحيني سامعينك تمام. ماشي. بصوا بقى يا جماعه، في بقى حاجه حلوه قوي، يعني ان شاء الله ان شاء الله اقولها لكم ان شاء الله المره دي. هتبسطكم قوي. احنا دلوقتي دورنا على كاونت اف وسام اف. كاونت اف دي اللي هي ايه الفرق اللي بي 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 الفرق ما بينها وبين كاونت ايه؟ ان كاونت ايه بتعد وخلاص، يعني بتعد القيم وخلاص. اما كاونت اف بتعد حاجه شرطيه، يعني تعد اللي قدام ليبيا، تعد كندا، تعد تشاد. فهمتني؟ فاهماني؟ صم تمام. بتعد اوفرول، يعني بتعد وخلاص. لكن صم اف بتعد بشرط معين، انا عايز اجمع المجموعات اللي قدام ليبيا بس، انا عايز اجمع اليونت برايس اللي قدام ليبيا او كندا او تشاد وهكذا. يبقى معنى كده نفهم كده ايه؟ ان اي حاجه بتيجي معاها اف بيبقى فيها شرط، صح كده؟ تمام. النهارده ان شاء الله هشرح لكم اف دي، وهشرح لكم في اسمها فانكشن كده او داله معينه اسمها في لوك اب. دي معلش انا هفتح الكاميرا بس كده، عشان معلش انا عايز بس بحب اللي انا ايه ابقى نرجسي شويه اهو كده. شايفاني كويس؟ ف في الفي لوك اب اللي انا بتكلم عليها دي، في لوك اب دي اختراع بمعنى اختراع. دي بمعنى انا على طول بشبهها بحاجه اسمها ابره في كوم قش. ازاي تدور على ابره في كوم قش كبير؟ فاهمني؟ ولو مش فاهمني تمام هفهمكم دلوقتي. هقفل بقى الكاميرا لحظه. بصوا بقى يا جماعه، الفي لوك اب دي بقى ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي احنا قدامنا وليكن تعالى مثلا ناخد زي ليبيا كندا ليبيا ما اعرفش ايه. احنا عايزين ناخد كل اللي قدام ليبيا، يعني مثلا عايزين مثلا يونت اللي عايزين يونت سولد دي، تمام؟ وليكن احنا هناخد كام قيمه كده معينه، وليكن احنا هناخد بس كده. عندنا الكونتري ليبيا كندا جابان تشاد ارمينيا اريتريا، تمام كده؟ وعايزين اليونت برايس اللي قدامهم. اليونت برايس لو انتوا بتشتغلوا قبل الفانكشن اللي انا بقول لكم عليها دي، هتشتغلوا تعملوا ايه؟ هتاخدوا ليبيا دي كوبي، وتروحوا هنا وتدوروا على في كنترول اف، وتحطوا كده ليبيا، وتلاقوا اي ليبيا تلاقوها قدامها، وتاخدوا اليونت برايس اللي قدامها، صح ولا غلط؟ صح كده؟ معلش بس انا تمام. انزل دي كده لحظه ونثبت اليونت برايس اللي فوق دي. انتوا كده شايفين ده؟ طب شايفين الشيت 1 ده اللي هو الحاجات الصغيره دي اللي هم ولا مش شايفينها؟ الكانتري لا مش شايفينها، لا مش شايفينها. انتوا كده شايفين دي؟ ايوه اللي بقول لك، انا عايز اعمل شير سكرين. لا لا انا عايز اعمل شير سكرين كاوفرول، يعني اللي هي تشير كله. يعني هل ينفع ان انا اشير ده مع ده؟ لا صعب، لا ما فيش ان انا اشير ده مع ده، فلازم ان انا اشير. يبقى طب هقول لك على حاجه، ناخد دي كده على جنب، ناخدها كده ونروح ناخدهم كده على جنب كده، اللي هو ايه نمسح ده كده كله، حط ده كده. تمام كده يا جماعه؟ بص عشان تبقى انتوا شايفين، ال ده بس كده. بص دي الكونتري وده اليونت برايس. انا عايز اخد اللي قدام ليبيا في اليونت برايس. هنعمل ايه؟ لو انت كنت شغال قبل كده عادي، هتاخد كندا دوس كوبي،
وتروح مدور هنا في كندا وتعمل بيست وتدور تلاقي كندا هنا موجودة، تاخد اليونت برايس اللي قدامها، صح ولا غلط؟ ده اللي كان شائع. صح. طب لو انت عندك بقى حاجات كتيرة، يعني لو انت عندك مش ستة، لو انت عندك مثلا 100 200 اسم هتعمل ايه؟ بص بقى الفي لوك اب، صح، من ضمن الحاجات اللي انا عايز افهمها لكم ان انت تعرف تقرا المعادله. لو عرفت تقرا المعادله خلاص، ان لو عرفت تقرا ايه اللي مطلوب من المعادله انت كده مش محتاج في حاجه. هندوس اي معادله بتبتدي يا جماعه، اي معادله بتبتدي في الاكسل بتبتدي بيساوي او بيساوي او ببلس، يعني لو عملت بلس كده هتتعمل، لو عملت ايكوال هتتعمل. هندوس في لوك، اي اول ما تدوس في لوك ظهرت اهي. تمام، اقرا بقى المعادله دي، اقرا المعادله دي اللي هي دي، شايفينها شايفين الحته دي؟ بصوا بقى يا جماعه، الفي لوك بيقول لك الفي لوك اب عشان تشتغل معاك لازم تدور باللوك اب فاليو. بيقول لك انت عايز تدور بايه؟ هتقول انا عايز ادور بليبيا. طيب انا عايز ادور كل اللي قدام ليبيا، يعني ادور بليبيا هنا. يقول له انت عايز، بعد كده تروح دايس كوما، الحته دي تقلت اهي اللي هي التيبل اري. انت عايز تدور فين؟ ركز بقى في الحته دي، هتقول له انا عايز ادور. بص بقى، لازم اللي انت بتدور بيه لازم يبقى في اول الجدول، يعني ليبيا هنا او بالاسامي او ارقام او اي حاجه لازم تبقى بتدور عليها هنا، يعني تبقى في اول الجدول. والفي لوك اب يا جماعه بتشتغل من الشمال لليمين، لو انت عامل الاكسل من الشمال بيشتغل من الشمال لليمين، لو انت عامله من اليمين هيشتغل من اليمين للشمال. اسمها في لوك اب، يعني فيرتيكال، يعني بتشتغل افقيا. تمام يا جماعه؟ تمام. بص انت دلوقتي دوست جبت في لوك اب، يقول لك انت عايز تدور بيه، هتقول له انا عايز ادور بليبيا، ليبيا اهي. طب انت عايز تدور بيها فين؟ ليبيا دي فين؟ هتقول له اهي ليبيا اهي في الجدول ده. وهنروح معلمين احنا عايزين ندور على ايه؟ على اليونت برايس اهو. اليونت برايس ده رقم كام؟ ركز بقى في الحته اللي انا هقولها لك دي. ادي ليبيا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، حد شايف في الحته دي ولا لا؟ باينه فوق. بصوا كده على الشمال خالص، عند الرو رقم 2 هتلاقي مكتوب 10 سي. حد قرا الكلمه دي ولا لا؟ 10 كولوم. ايوه صح كده، بدل ما نقعد نعد هي بيقعد يعد لنا لوحده. بص اهو احنا نقف دلوقتي هي عند ليبيا، اهي واحد، هنقعد نمشي كده شمال هتلاقيها ابتدت تتحرك اهي. حد قرا بيقرا الكلام ده؟ بتزيد 5 6 7 بالظبط. يونت بالحد، يونت برايس هتبقى 10. تمام كده، هنقول له احنا عايزين ان التيبل اري ده، حددت له الكلام ده كله. بعد كده يقول لك انهي كولوم نمبر، بعد كده ندوس كوما، يقول لك انهي كولوم نمبر، انهي كولوم، هتقول له الكولوم رقم 10، تكتب 10. بعد كده تروح دايس كوما، يقول لك هل النتيجه اللي انت عايزها ابروكسيمت، يعني ان هي تقريبيه، ولا اكزاكت؟ هتقول لا اكزاكت. على الفولس دي تختار تدوس عليها مرتين اهي، وتروح قافل القوس، تروح دايس انتر، وتروح سادد المعادله لتحت. ركز بقى في اللقطه دي، ليبيا اهي، ليبيا في كذا ليبيا، ركزوا في اللقطه دي، في كذا ليبيا هنا. هو جايب لنا اليونت برايس اللي هو 437 437. لو احنا جينا فلترنا على ليبيا، ليبيا في اكتر من ليبيا، بس هو خد لنا اول نتيجه من فوق. سامعني؟ الفي لوك اب بتاخد النتيجه من فوق، ما بتاخدش النتيجه، بتاخد اول نتيجه فوق. فعشان كده لو انت عندك اكتر من نتيجه وعايز تاخد اخر نتيجه لازم تعمل دي سورت، اللي هي تخليها من الاخر للاول او من الاول للاخر. حد فاهم حاجه ولا؟ ثواني افتح بقى الكاميرا بقى عشان اشوفكم. تمام. حد فاهم حاجه ولا؟ سؤال بس، اتفضل. هي الفي لوكال دي بنستخدمها لايه؟ ما انا بقول لك تدور على ابره في كوم قش. تمام، يعني مش فاهم قوي برضه مين اللي بيتكلم. ده البحث محمد خالد. معلش، لا انا عايز اجيب بقى الاسامي، يخرب بيت كده انا على طول. ايوه بتتكلم فين؟ لا لا هو مجد. ايوه هو بيتكلم قصادي. بص يا خالد اسمعني كويس دلوقتي، انت عندك، ركز في اللقطه اللي انا بقولها لك دي، انا همسح دي كل دي خلاص،
وليكن مثلا تعالى في النقطة اللي جاي لك دي بقى انا هاخدها هنا كده بص كده يا خالد احنا كان اسم هنا عندنا 186 دولة ركز بقى في اللقطة دي لو انا بقول لك يا خالد انا عايز اعرف اخر يونت سولد اتباعت في البلد دي انت عندك 186 فطبيعي ان انت مش هتعرف تدور على 186 مانيوال ده كده شلل طيب طب سيبك من دي عندك حوالي 5000 طالب في جامعة تمام وعايز النتيجة بتاعت 200 طالب في القسم الفلاني وال200 طالب دولت جوه ال 5000 طالب اللي في الجامعة هتجيبها ازاي بلوكت بالظبط هي دي اللي بتكلم فيها طب تعالى نعملها على سكيل اكبر من كده سكيل يعني ايه سكيل يعني على 146 على 180 دولة دول تعالوا نبتديها كده تاني بصوا يا جماعه هندوس يساوي في لوك اب بمجرد ما تكتب في لوك بتبتدي تظهر نروح نكتب عليها مرتين يقول له انت عايز تدور بايه حد كده يشجعني كده ويخش معايا ويتكلم معايا ايوه انا ندهت عليك صح معلش حد كده يتكلم معايا انا عايز بس يعني الناس بس ايه تخش معايا بس تتكلم معايا شويه لما انا عايز ادور على اي نتيجه لاي يعني لاي حاجه هنعمل في لوك اب هندوس يساوي في لوك اب تمام يقول لك انت عايز تدور بايه هتقول انا عايز ادور بليبيا اللي هي الخانه دي او القيمه دي بعد كده نروح دايسين كوما يقول له انت عايز تدور بيها فين هتقول له انا عايز ادور عليها هنا لازم اللي انت هتدور بيه اللي انت بتدور بيه لازم يبقى في اول الجدول اهو وليكن مثلا نجيب اليونت سولد مثلا اليونت سولد دي رقم كام اي لو احنا كده نمشي 2 3 4 لحد اليونت سولد هتبقى 9 رقم 9 بالظبط كده هنروح اي كده احنا خلصنا التيبل اري اللي هو الجدول بعد كده نروح دايسين كوما يقول لك انهي كوما انهي كولوم او انهي عمود هتقول له رقم 9 بعد كده نروح دايسين كوما يقول لي انت عايز انهي نتيجه النتيجه التقريبيه ولا نتيجه بص من الاخر هي نتيجه هي نتيجه اكزاكت مفيش تقريبيه دي نروح على الكوس ونروح بس انتر اهي ليبيا اليونت سولد بتاعها اهي حتى ليبيا اهي اليونت سولد بتاعها 8446 طب كندا 3 نروح ساحبين بالظبط اهي ونروح ساحبين دوس عليها مرتين اهو نسحب بس كده نزلت كلها حلو يا جماعه الفي لوك اب طب انا ممكن اجيبها اساسا من اليونت سولد انا لو عامل كده في كذا دوله انا واخدها كوبي بيست تمام عندي الخانه بتاعت يونت سولد يعتبر هي نفس اليونت سولد لا ده لا دلوقتي ما انا معلش بص انا هقفل الكاميرا كده لحظه معلش انا كنت حابب اطلع تمام يعني في يعني بص دلوقتي وليكن سيبك من دي كده خالص هنمسح دي كده خالص مالكش دعوه باللي انا هعمله دلوقتي خلاص تمام هي قتلت ليه كده ايوه بص يا نجم اسمعني بقى الكلمتين دولك كام دوله؟ دولت حوالي 14 دوله 15 معلش استنى مش ماشي اوكي شكرا المهم دلوقتي عايزين دلوقتي نجيب اليونت سولد بتاعتهم قول لي هنجيبها ازاي هم مش مترتبين ايوه انا ما عملتهمش بترتيب بقى ايوه هتضطر اللي فيه لوك اب تمام فهمت قصدي انا خليتهم عشوائيين شويه بحيث ان انت بتوه الكلام جاي لك كده فعلا انا بتكلم جد ودي بقى على الفيلوك اب دي تقدر تحسب كذا حاجه تاني بقى تجيب اليونت سولد تجيب بس خد بالكوا صح يا جماعه معلش انا اسف ركزوا بقى في اللقطه دي معلش تمام الفيلوك اب بتشتغل لو انتوا شايفين هنا ليبيا شغاله من الشمال لليمين ما ينفعش ترجع لورا
يعني ما ينفعش ترجع لورا. تمام تمام تمام. هو مفيش غير انا بس، مفيش غيرك انت بس بترد ولا لا؟ واحد تاني اهو. تمام حضرتك. معلش هو في ناس بتخش معايا اسم سيتي مول، هو سيتي مول ده ايه؟ مكان. الله اكبر. الله اكبر عليك يا ابني. انا رحمه محروس، انا داخله من الموبايل ومن اللابتوب عشان يعني اللابتوب عندي الصوت فيه مش شغال، بس هي الفكره كده. احنا كده عرفنا انت بتشتغلي فين. خلاص كويس يا مرا، شكرا. بصوا يا جماعه بشتغل فين؟ نعم. طب حضرتك قلت لي احنا كده عرفنا ايه انت بتشتغلي فين، صح ولا غلط؟ طب بشتغل فين؟ سيتي مول. قولي بشتغل فين. ما هي شغاله في سيتي مول، مش محتاج. اوكي شكرا. اوكي بصوا يا جماعه، الفي لوكاب بتشتغل من الشمال لليمين، لكن مش هينفع ترجع تاني. يعني ما ينفعش تشتغل الكونتري ترجع للريجن، مش هينفع. حتى هم حلوها في الحاجات المتقدمه زي 2019 و2020 و21 وكده، خلوا حاجه اسمها اكس لوكاب، حاجه كده محترمه جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله انا اعمل لها فيديو على اليوتيوب، بس ان شاء الله اعمل لها فيديو كمان على انزله يعني تحديث، بس دي للفيرجنز اللي بعد 2016 يعني 2019. لا 2019 ما فيهاش اكس لوكاب كمان. 2021 365 دولت لحد وقتنا هذا، احنا في 2022 لحد وقتنا هذا الاكس لوكاب موجوده في الفيرجنين دول 2021 و365. تمام، اللي هي بتروح رايح جاي فوق تحت يمين شمال مش تفرق. بس الفي لوكاب يا جماعه بتشتغل من الشمال وتخش يمين. او لو انت هو في حد يا جماعه حد بيبتدي الاكسل اللي عنده هو من يمين الشمال؟ يعني هل في حد عامل البيج لاي اوت او اللي هو لما بيجي يفتح الاكسل يفتح له من اليمين الشمال؟ لا لا، شمال يمين. فهو هيبقى كله، بص يا جماعه، هيبقى كل الاكسل هيشتغل من الشمال لليمين. يعني انت دورت على ليبيا هنا، يبقى لازم تخش من الشمال تروح كده، لكن مش ينفع تمشي كده ترجع كده، ما ينفعش. بتقراش اللي قبليه بالظبط كده. تمام، دي احنا كده عملنا الفي لوك اب. هل في مشكله في الفي لوك اب يا جماعه؟ لا لا لا، بس كده. تعالوا بقى عشان ايه هنبتدي بقى ايه يا جماعه بقى في اللقطه الجميله اللي جايه دي. معلش افتح الكاميرا تاني، معلش انا فرحان بصراحه. بي اف، قاعده اف دي يا جماعه دي لا غنى عنها. انا على فكره صح يا جماعه، انا بديكم في الاكسل الحاجات اللي هي هتخليكم تجروا وتشتغلوا على الاكسل العادي، يعني تبتدوا تبقوا بتنجزوا. مش هقعد اديكم المعادلات اللي هي ممكن ما تبقاش ليها لازمه في شغلكم قوي. اغلبيه الشغل كله بيشتغل في لوك اب اف بيفت تيبل وحاجات كده يعني حاجات كده اساسيات انا هديها لكم، وبعد كده انتوا تجروا لوحديكم ان شاء الله يعني. فمن ضمن الحاجات اللي انا عامله لكم دلوقتي اف، اف دي اللي هي ماذا لو، دي في اي حته. ماذا لو، هل الرقم ده بيساوي كذا؟ هل الدولة دي فيها كذا؟ هل معرفش ايه فيها كذا؟ طب لو فيها تعمل ايه؟ طب لو ما فيهاش تعمل ايه؟ فهمتوني؟ تمام. فهي الفكرة كلها ان انتوا هتشتغلوا في اف دي. اف دي يا جماعة بجد بجد يعني والله بكلمكم بجد، اختراع بمعنى اختراع. انتوا هتنبسطوا قوي قوي، الموضوع هيعجبكم جدا في الاف دي. تعال نجرب كده ونشوف. تعالوا نشوف. بصوا يا جماعة دلوقتي وليكن نشتغل على، تعالوا بقى نشيل بقى كل الحاجات دي كلها ونعمل بقى ايه، نفضي الاكسل ده كده ون ايه ونقول الو. بصوا يا جماعه وليكن اليونت سولد دي، تعالى بقى احنا عايزين بقى نخليها كده كبيره كده، ونخلي اليونت سولد دي كده كبيره، ونعمل نقول هنا ايه دي هنا تبقى اف. تمام، وهنشتغل على الاثنين دولت. بيقول لك ايه بقى، احنا مثلا وليكن هنقول ايه، هل اليونت سولد دي اكبر من 1000 او اكبر، قصدي من 5000؟ طب لو اكبر قول مثلا ايوه، طب لو اصغر نقول لا. ايه رايكم في الدي اف؟ بسيطه قوي يا جماعه. ها تمام كده معايا؟ تعالوا كده ونقول بسم الله كده، ونقول بايكوال او يساوي. تمام، يقول لك اف اول واحده ايه، اول اف لوحدها خالص، اول واحده بنقول له اف ايه، ايه
يا جماعه بالله عليكم اقروا اللي موجود جوه المعادله دي اللي هتحل لكم الدنيا كلها. خلاص يقول لك ايه اللوجيكال تيست، بتقول له ايه، هل ده هل الرقم ده اكبر من 5000 جنيه؟ تمام كده، احنا لحد هنا واقفين يعني، خليكم تمام معايا. اوكي تمام خلاص، هل الرقم ده اكبر من 5000 جنيه؟ تمام، هنروح بعد كده دايسين كوما. طب لو اكبر هتقول له نعم، نعم دي او يس لازم تتكتب ما بين دبل كوتيشن، كوتيشن بالظبط. تمام، طب لو لا، يعني لو الشرط، بص بيقول لك ايه، لو الشرط ده ترو اور فولس اتحقق هتقول له اه، طب لو ما اتحققش تقول له لا. نروح قافلين الكوس دوس انتر، بيقول لك فعلا الرقم ده اكبر من 5000. طب لو دوسنا بقى تحت كده ودوسنا شدينا دوسنا كام مرتين، ده نو نو لي، يقول لك لان ده 3000، ده اصغر من 5000، فقال لك نو. ايه رايكم بقى في اللقطه دي يا جماعه؟ بصوا بقى، انا بنسال على اول واحد وهو بيجاوب لي يعتبر على بقيه الجدول كله. ما هي بصي هقول لك على حاجه، المعادلات كلها بتبقى بتشتغلي على سطر واحد او رو واحد، وكم المعادلة كلها، ما هو مش يبقى ايه فايده بقى الاكسل، ما انت لو كل واحده تشتغل لوحده يبقى ما لهوش معادلات وتقعدي تشتغلي مانوال احسن. هو حضرتك معلش هو حضرتك سحبتها ازاي بسرعه كده؟ اه صح، عملت ايه فعلا؟ ايوه انت تعرف دبل كليك. مين سالني السؤال ده؟ معلش انا عايز اسال، انا عايز اعرف مين. محمد مجدي. محمد بص يا مجدي، ايوه انت عارف الموضوع ده انا اكتشفته بالصدفه من حوالي 5 سنين. كنت بقعد عشان اسحب السحبه دي، عارف كنت بعمل ايه غير سحبه طيب؟ طبعا كنت بسحب ايه بقى، بتوفي يمين وبعد كده يعمل لك جلاس وتنزل بيهم تحت. لا ده انا هقول لك، ده انا هقول لك على حاجه حلوه جدا. بص ده انا هقول لك كنت بعملها ازاي، بقعد اصغر دي كده، اصغر 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 اصغر، تمام شايفين المنظر ازاي؟ بقعد اسحب لتحت خالص عشان القيم تروح ساحب براها. تمام، لا واقعد اصغر للاخر يعني عشان القيمه تبقى قليله جدا، يعني انا عايز تبقى القيمه مش موجوده اساسا، فاهم؟ واقعد اسحب انا لتحت كده لحد ما في واحد ابن حلال كده قال لي، هو ايه اللي انت بتعمله؟ ايه الهبل ده؟ ماله دبل كليك بالظبط؟ قال لي بص يا معلم، انت بص كل عليك انت هتروح اهو نمسحها كده تاني، قال لك كل اللي عليك اللي انت هتروح على دي وهتلاقي تقف هنا كده وفي علامه كروس كده، كروس اهي، تروح دايس عليها مرتين. سلام عليكم، ايه رايك يا عم مجدي؟ تمام، بس هو الكروس ما بانتش، انا مش عارف هو الكروس ما بانتش. طب ايه ده ما بانتش ايه؟ تعالى اهي حضرتك، حضرتك مبين الماوس اساسا، الماوس مش باين. هو انا انتوا معايا فين بالظبط؟ انتوا معايا هنا، اه انتوا هنا معايا، انتوا كده الماوس باين. ايوه لا الماوس مش باين، عند جاي عند باد وجود، بس هم بيتحركوا بس الماوس كشيب لسه ظاهر فوق دلوقتي. آه. على البانل اللي فوق يعني ظهر ولا لسه؟ كده ظهر على البانل يعني، كده ظهر اهو كده؟ اه كده ظهر قدامكم اكيد؟ كده ظهر؟ اه بس ما بيتحركش. لا ما بيتحركش. اه طب هو كده ظهر عشان الحته اللي فوق دي، لكن انا عايز، هل كده ظهر؟ بص لا هنعمل لك عليها علامه. اه هو ظاهر هنا، اه لكن مش ظاهر. مش ظاهر الحركه بتاعته، هو ثابت. طب يعني طب نعمل ايه؟ طب المهم يعني، طب ايه رايك ان احنا نيجي هنا تاني كده؟ تعالى كده نقول الو كده هنا، كده انتوا شايفيني ولا كان شايفين؟ اكيد احنا شايفين. انا بحبكم جدا. بصوا يا جماعه، بص بقى هنا، هتيجي هنا كده وتروح دايس هنا، شايف علامه الكروس دي؟ تمام، هدوس عليها مره ثانيه كده، شفتها؟ تمام كده كده تمام قوي يا جماعه. تمام، ايه رايكم بقى لما نرخم في اف دي شويه؟ يعني على فكره اف دي بسيطه جدا، اللي احنا نقول له ايه، هل الرقم ده اكبر من 5000؟ هيقول لي لا، او يعني دي حاجه بحسها بسيطه شويه، صح؟ ايه رايكم لو زودناها شويه؟ يعني مثلا ايه، تعالى نقول هنا كده تحط لك كذا شرط يعني. بالظبط، مين الجميل ده؟ انا معلش انا اسف، انا احمد يحيى. شكرا يا عم. بص يا عم، احنا هنحاول بقى نقول لي مثلا، هل ده اكبر من 2000 جنيه وتبع ليبيا؟ يعني لازم يتحقق فيها شرطين، يعني قول له ايه؟ مش لازم نقول ليبيا وكده، ايه رايك لو عملناها على
زي طالب مثلا ناجح في ماده وماده لا، ايه رايك؟ هتبقى احسن صح؟ اه صح كده. يعني مثلا قولي صح. مثلا احمد، ثانيه، احمد، مينا، مصطفى، جعفر، صح كده. ونقول مثلا ايه ده ساينس ميت انجلش، وهنا مثلا ايه سكسس، وهنا سكسس، وهنا فيلد او فيل، وهنا مثلا فيل فيل سكسس، وهكذا. يعني ايه نحاول احنا ايه ننوع يعني، ولا انتم معايا ولا مش معايا؟ تمام. مش معلش انا اسف، بس انا ساعات وانا بقعد اشرح كده بيبقى نو ريزلت نو ريزلت. ونقول مثلا هنا مثلا ايه فيل 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 كل حاجه. بصوا بقى كده، هنا دي هتبقى ممكن الى حد ما تبقى الشرط ده او ال 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 يعني المثال ده يبقى كويس ليكم. بص المثال ده بيقول ايه، بيقول ان احنا دلوقتي عايزين نعرف يا جماعه، دلوقتي احنا عايزين نعرف مين اللي فشل في اكتر من مين، قصدي اللي نجح في اكتر من من مادة. من ماده. هنيجي هنا نقول ايه بيساوي اف، هل ده في حاجه اسمها يا جماعه، في حاجه اسمها اور 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 اور، دي يعني او هل في هل نجح او لا، فاهميني؟ وفي اند اللي هو نجح ولا لا، زي البوابات كده اللي في الكهربيه. نعم. زي البوابات عندنا في الكهربيه، البوابه اند واور، يعني دي بتسمح ودي ما تسمحش. بالظبط. ودي بتقول على فكره انا اكتشفت، اصل انا كنت بدرس بايثون من حوالي 3 شهور. حد يعرف ماده بايثون؟ ايوه. دي لغه. بالظبط، لغه بايثون كنت بدرسها من 3 شهور، فكان فيها اند واور نفس التفكير ده بالظبط. بيقول لك ده، بيقول لك اند، هل ده بيساوي سكسس؟ ركز بقى في اللقطه دي، هي سكسس كده ولا لا؟ سكسس تي سي اي اس اس يو تي سي اي اس اس. تمام، كنت عاملها كده، انا عاملها كده بالظبط. خلاص بقى نعمل ايه، هي رزقها بقى. بص بقى، هل ده بيساوي اس سكسس، وهل ده بيساوي سكسس، وهل ده بيساوي سكسس؟ لا، سكسس لازم تتحط ما بين قوسين يا جماعه، لا كوتيشن قصدي. تمام، ونروح قافلين القوس كده. احنا قفلنا على اند، لو تلاحظ لو احنا وقفنا كده احنا جوه اند. سامعني؟ ايه ده ايه ده؟ انا دوست حاجه غلط بس. هنا دايسين على سكسس، بنقول له هل احمد ده ناجح في الثلاث مواد؟ تمام كده، احنا نقلنا اهو. قال لك لو قال لك ناجح تكتب هنا سكسس وتقفلها كده. طب لو لا يبقى فيل، لازم نقفلها برضو ما بين قوسين. ونروح على نقفل ده، نروح انتر. يقول لك لا فيلد، كلهم فيلد. ليه؟ لان مفيش حد ناجح في الثلاث مواد. طب لو احنا نقلنا سكسس دي وحطناها هنا يبقى هو كده سكسس. سامعني؟ اي تمام. حلوه دي. حد عنده اي اقتراحات تاني الاف تاني؟ صحرا 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 صحر
اف دي دي انت تقدر تستخدمها في اكتر من شرط. يعني انا مثلا كواحد بعمل كوميشن، الكوميشن دي وظيفتها ايه؟ اللي انا بيتقال لي مثلا لو الراجل ده محمد باع 2 كيلو لحمه، ركز بقى في اللقطه دي، ونص كيلو معرفش برتقان، وخمسة كيلو معرفش ايه، اديله كذا. فاهمين الكونسبت عامل ازاي؟ بنقول له ايه؟ لو الراجل ده كذا شرط اديله كذا. هو ده احنا قلنا اند دي، اند دي كانت حاجه بسيطه، يعني بنقول له ايه اند دي اند اور. طب ايه رايكم يا جماعه لو احنا حولنا من اور من اند دي لاور؟ ركزوا في اللقطه دي، يعني نخلي فيل دي ونخلي بدل الاند دي تبقى اور. هديك سكسس هنشوف. طيب تحت كده سكسس. طب ليه فيل؟ لان مفيش ولا واحده سكسس. تحت هنا ليه فيل؟ لا. لان مفيش ولا واحد هنا نجح. هو بيقول لي في الاور دي يا جماعه، في الاور الاند والاور، بيقول لي الاند دي لازم الثلاث شروط يتنفذوا. يعني يتنفذوا انا مدي له ثلاث شروط. انتوا معايا؟ انا مع حضرتك، بس هو لو حضرتك ممكن تشرح المعادله من معادله اف تاني؟ يعني معلش لا، ما انا عارف انت تعطل، ما انا عايدها تاني، ما انا عارف انت تعطل في الموضوع، انا بعيد تاني يا جماعه. بنقول له ايه؟ هو حط حضرتك، هو حط سكسس واحمد فيل في ماده. ما هو ده اللي انا ثانيه نوقف دي بس لحظه. بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي لقطه حلوه جدا. بصوا بقى نعمل شير ونعمل، كنت عامل شير للسكرين بس ادفانس بورشن. كام شايفين صح كده؟ كله شايف؟ الو انا شايف. ماشي نقفل بقى الكاميرا بقى كده عشان ايه. انتوا كده شايفين السكرين اللي قدامكم دي صح؟ انتوا عارفين ده معايا كده يا جماعه كله؟ دي كده حاجه كده تعجبكم قوي. دي كانت دي كانت داتا بتاعت اكل مأكولات، يعني مثلا الضحى ستار نيلز ما اعرفش ايه، اماريتس ماكروني اهو. بصوا لو تلاحظوا اللي هي مكرونه ستار الذهبيه، عارفين الاغنيه دي مكرونه ستار الذهبيه؟ مش عارفينها. انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. من فضلك وحضرتك بتسيب الشتات دي في لينك مثلا او في الديسكريبشن او كده، عشان ببقى محتاجه مثلا انفذ نفس الحاجات دي وابقى عايزه نفس النتائج. حاضر حاضر، انا بسيبها في ال بسيبها في ال ببعتها على الواتساب. حاضر عينيا ليكم. عينيا. حاضر جدا شكرا. تحت امرك. بصي بقى ده كان في مره كان واحد زميلي كان جايب الداتا دي، كان جايبها لي بيقول لي يا محمد احنا بص شايفين الشيت ده، الشيت ده كبير جدا على فكره، الشيت ده كبير جدا، الشيت ده حوالي 26000 ما اعرفش ايه حاجات كده، رقم كبير يعني. بصوا كاتبين ايه، يقول لك ايه لو تلاحظوا ده المكرونه دي كانت شيت بتاعت مأكولات تبع زي كارفور وزي ال فاهمين انتوا الحاجات دي؟ ايوه. فكان هو عايز يبص، كان هو كان جاي له ان الشيت ده عايز ياخد البرودكت نيم العربي او الانجليش ويجيب البرودكت نيم العربي اللي قدامه. يعني مثلا الضحى سباكيتي دي ليها اسم عربي هنا، فاهمين؟ يعني بص لو احنا مثلا جينا دورنا باسم الضحى دي، ركزوا يا جماعه الرقم ده كام قد ايه؟ الرقم ده حوالي، انا عايز بس اشيل البتاع دي شويه، 1121 كاونت بتاعها يعني. فكان دي لما تيجي تدور عليها في الفلتر هنا اهو، اي الضحى سباكيتي باستا مكرونه سباكيتي الضحى 1 كيلو اهي الاسم اهو. تمام 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 تمام. فالفكره بقى ان اللي هي كانت اللي هو كان عايز يعرف النتيجه دي، عايز يطلع كل الاسامي العربي قدام كل الاسامي الانجليش بتاعتها. فكانت دي ايه، هنشتغل على ايه يا جماعه؟ هنشتغل على الاف صح؟ لو انا عاوز لو انا عايز اطلع النتيجه دي كلها هتشتغل على اف ايه؟
مش انا ممكن اشتغل على اف كاونت. هو احنا خدنا حاجتين اف كاونت او اف ايه، فاف ايه لو في كلام. تمام، مين تاني؟ مين عنده اقتراح تاني؟ ممكن اشتغل على في لوك اب. اشتغل على ايه؟ في لوك اب. بالظبط، ما هي في لوك اب اللي هتيجي. بص بص يا مجدي، اف دي ملناش علاقه بيها دلوقتي، اف دي شرطيه، حاجات تعمل شروط، لكن انا عايز اجيب النتائج اللي قدام الانجليش دي، انا عايز اجيب الاسامي العربي اللي قدامها دي. اكتر مثال هيتعرف تطلع عليه الفي لوك اب. بص هنشتغل على الفي لوك اب وانت هتساعدني معايا. تمام معايا؟ هندوس في لوك اب بيساوي في لوك لوك اب، وبعد كده نقرا المحتوى. بيقول لك انت عايز تدور بايه؟ هتقول انا عايز ادور بالضحى دي، ضحى سباكيتي. تمام تمام. بعد كده نروح دايسين كوما، يقول له انت عايز تدور عليها فين؟ هتقول له انا عايز ادور عليها هنا، اللي هو هنا اللي هو البرودكت نيم الانجليش، احنا عايزين البرودكت نيم العربي، هيبقى رقم 2 يعني، اللي هو الجدولين يعني دول بس. تمام يعني ممكن ادور في اساسا في اكسل تاني خالص. اي اهو ولا ايه اكسل تاني خالص؟ يا والله طب تمام يا مجد في ايه، ما تحرجنيش كده بقى. المهم عشان تعال نجيب الاول تاني، هنقوس يساوي في لوك اب. هقول له عايز ادور بيها فين؟ تقول له عايز ادور بيها هنا. معلش اقفل بس الكاميرا عشان انا معلش نسيت. اهو يساوي في لوك اب، تقول له عايز ادور بيها فين؟ تقول له عايز ادور بدي، تقول له عايز ادور بيها فين؟ تقول له هدور بيها هنا هنا. تمام بس الصوت عالي قوي جنبي. بصوا هتقول انا عايز ادور من هنا لهنا، اللي هي دي رقم كام؟ رقم 2. هنروح دايسين كوما، اهو المعادله اهي اتنقلت في الشيت الثاني، هنروح دايسين 2 وبعد كده نروح دايسين كوما ثانيه. يقول لك انت عايز تدور بيها اكزاكت، نقول له اكزاكت. نروح قافلين القوس وندوس انتر، اهي مكرونه سباكيتي ضحى، مكرونه سباكيتي ضحى 1 كيلو 1 كيلو. طب ندوس عليها مرتين كده وننزل تحت، اهو ستار مكرونه قواقع، اهي ستار سنيل شيل، مكرونه هلاليه ستار، مكرونه ستار البو باستا، لازانيا جوستو لازانيا. تحبوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتحبوا تاكلوا ايه؟ تحبوا تاكلوا ايه معايا؟ يعني انا قدامي اكلات كتيره ما شاء الله، كلها مكرونه في الاخر. كلها في الاخر مكرونه، صح والله. ايه رايكم في لسان عصفور على فكره؟ رويال يعني، في لسان عصفور رويال 400 جرام يعني، وفي ما اعرفش ايه تاني، في داريا ارز بسمتي او داريا جولدن بسمتي. فاللي انا قصدي بس عليه ايه، اللي هو الفي لوك اب. انت سامعيني؟ مين اللي كانت بتتكلم معايا فقالت لي في لوك اب في الاول؟ كانت مين؟ انا رحمه محروس. ازيك يا رحمه؟ بصي اهي دي بقى الفكره بتاعت الفي لوك اب. انت عشان تشتغلي على 1000 ريكورد او 1000 كاونت او 1000 قيمه، ده انت هتتشلي، انت هتاخدي كده حوالي كام يوم عقبال ما تطلعي النتائج دي كلها. الفي لوك اب ما كملتش ثواني، فاهماني؟ دي اختراع بمعنى اختراع. تمام كده يا جماعه؟ تمام. حد ليه اسئله تانية في الفي لوك اب؟ لا تمام. انتوا عارفين الاحساس اللي انا فيه ده اللي هو ايه؟ انتوا مش متخيلين، انا قاعد في اوضه هاديه خالص وعمال اتكلم ومفيش حد بيرد عليا، فاهمين؟ فحس ان انا بكلم نفسي، مش قصدي حاجه والله، بس بحس ان انا مش معايا محدش بي. لا والله، هو بس انا مش عايز افتح الميكروفون عشان حضرتك قلت الصوت عالي جنبي، فعشان كده قفلت بس كده. فتمام جدا، نقفل بقى ده كده ونقفل. والله احنا كلنا مبسوطين جدا بجد. نعم احنا مبسوطين جدا بجد. ربنا يخليكي. انا بس الفي لوك اب دي، بصي معلش انا بس افتح الكاميرا تاني او 20 مره، معلش سامحيني، اصل الكاميرا دي يعني انا بحب الكاميرا دي. الفي لوك اب دي اساس اي شغل تقابليه في حياتك. الفي لوك اب دي اساس اي شغل. انا في 2022 اهو بقولها لك، انا شغال عليها بقالي 7 سنين. الفي لوك اب دي ما بتخلصش، شغاله 24 ساعه. خلاص تمام. المهم هنيجي بقى نقفل الشيت بقى بتاع المكرونات ده ولسان عصفور والكلام ده، نيجي بقى للحاجات القرف اللي احنا كنا شغالين فيها دي. معلش سامحوني بقى يا جماعه، ما احنا هنعمل ايه بقى؟ الاف دي انا عارف ان هي متعبه شويه. تعال نبتدي من الاول خالص ونقول الو، ونقول نرجع كده عند دي. نقفل بقى الكاميرا كده اهو، نبتدي كده. مجدي انت معايا؟ مجدي اه والله. تعالى بقى نتكلم انا وانت شويه. هنقول ايه بقى؟ تمام بص
نبتدي في اف العادية خالص. اف العادية خالص هنقول يساوي ايكوال تمام. هنقول له ايه؟ نكتب اف. ها اف اهي تمام. بيقول لك افتح كوس بقى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللوجيكال تيست اللي انت بقى انت ايه ايه اللي انا عايز اعمله، ايه الشرط اللي انت عايز تعمله. بيقول له هل ده، هل الرقم ده او الخلية دي اكبر من 5000 جنيه تمام. طب هتروح بعد كده تقيس كوما. بيقول لك الشرط الاول لو اتحقق الشرط، بيقول لك لو الشرط مثلا انت جبت اكتر من 5000 جنيه تقول له هعمل كوتيشن واعمل يس مثلا. بالظبط كوتيشن ويس، نقفل الكوتيشن وبعد كده الكوما تاني. طب لو لا يبقى نو واقفل الكوست. واقفل الكوست ونس ندوس مرتين اهو ونقول له اهو دي 8000 جنيه اكبر من 5000 تمام. دي 3000 اقل من 5000 فقال لك نو تمام. طب لو عايزين مثلا يعني ايه نرخم شويه يعني مثلا ايه نقول ايه اه في فاطمه زهراء وقعت مننا. ركز بقى في اللقطه دي. ايه رايكم يا جماعه؟ انا عايز اعمل لقطه كده حلوه قوي عجبتني قوي في الحته دي. ايه رايكم لو احنا عملنا معايا لو احنا عملنا لقطه حلوه قوي، لو احنا بدل يس ونو دي نقول ايه؟ لو هو اكبر من 5000 اذكر لي الدوله بتاعته، اذكر لي الدوله بتاعت اليونت سولد. يعني مثلا اليونت سولد مثلا اكبر من 5000 ولكن قدامه كندا، انا عايز كندا تتحط مكان الياس. طب ولو لا اذكر لي ما اعرفش الدوله الثانيه. يعني دي هتبقى حلوه. ركزوا في اللقطه اللي انا هحط شرط ثاني. هحط شرط ثاني. لا لسه الشرط الثاني ما جاش. اديني قرصه، اديني قرصه قرصه صح. وانا هقول لك ثواني لحظه. بص تعالى نمسح ده كله ونقول الو من الاول. بنقول له اف هل ده ركز اكبر من 5000 جنيه لو قال لو الشرط اتحقق اذا انا عايز ده. خدت بالي؟ انا ما دوستش حاجه، انا عايز ليبيا، انا عايز الكونتري تمام. طب لو لا هات لي الايتم تايب. ده مثال عادي ونروح لياسين ونروح فري كوس ودوس انتر. ركز بقى في اللقطه اللي انا هقولها دي. في ليبيا في فيجيتابلز. فيجيتابلز دي اللي هي ايه؟ ان احنا قلنا اللي اقل من 5000 نقول له انا عايز الايتم تايب بتاعتها. حد مش فاهم حاجه صح؟ لا رحمه انتوا معايا ولا مع الاسف؟ هو يعني كده قال ان اللي اكبر من 5000 البلد ليبيا. ايوه لكن اللي قال حاجه بقى تانية مش البلد. بالظبط ما هي النوعيه ايه هي؟ بالظبط بالظبط. ما هو بص اسمعيني انا عايز اقول لكم ان هي مش واقفه على الكوتيشن، مش واقفه ان انت علشان يعني ايه قصدي ايه؟ لو هي اقل من 5000 فانت لازم تكتبها بين كوتيشن. لا انت ممكن تذكر خلايا معينه، يعني ممكن تحط ايدك على خليه معينه زي مثلا على الكلوزز على دي. فاهمين قصدي تمام. طب فاهمين. طيب تعالوا بقى اللقطه اللي جايه دي. هنحط بقى مش شرط جوه شرط، هنحط في لوك اب جوه الاف. حد يعني شرطين؟ لا هو معادلتين. معادلتين هي الاف دي يا جماعه دي بتاعتنا النهارده. انا ماسكه النهارده الصراحه، انتوا بتوعي النهارده في الاف دي بصراحه. ما هي الفي لوك اب دي سهله. بصوا يا جماعه في اللقطه دي احنا بقى ايه ننقلها كده بقى ايه ناخد شويه كده حلوين كده. بصوا احنا ننقلها كده بعيد كده شويه، ناخدهم كده على جنب كده في حته بعيده كده. انتوا كده شايفين طبعا الحركات انا عمال اتحركها دي. ايوه تمام. معلش انا اسف بس انا استنى بحضر حاجه في المطبخ فمعلش يعني ايه
بص يا جماعه، اللقطه دي بجد بجد اختراع. ركزوا في اللقطه اللي انا عاملها دي دلوقتي. استنوا بس كده نشيل بس ال في الكونتري بس كده. بصوا يا جماعه اللقطه دي، احنا هنخلي هنا اف زائد في لوك اب، تمام كده؟ حد يقول لي تمام بالله عليكم؟ ماشي. بصوا بقى اللقطه دي هنقول له ايه. انا بس معلش افتح الكاميرا تاني، انا اسف بس معلش سامحوني بس. بص احنا هنقول له ايه، لو هو اكتر من 5000 اكتب لي يس، لكن لو مش اكتر من 5000 هات لي السولد برايس بتاعه. حد فاهم حاجه ولا لا؟ فاهمين؟ لا، في ناس وقفت، في ناس عطلت، صدقوني انا عارف ان في ناس عطلت. مين اللي عطل؟ انا بالظبط، انا متاكد والله يا جماعه بالراحه. بص انا بقول مين بس اللي معايا عشان ابقى عارف. لحظه بس، انا اقول لك انا مين اللي بتتكلم. اتكلمي كده تاني. انت؟ طب ما كنت عايز اعرفك من صوتك. المهم يعني بص هنا. بص اللي انا عايز اقوله لك ايه، اف دي بيقول لك ايه، شايفه اف بنقول له ايه، لو اليونت سولد ده اللي هو بصي سعر الوحده، بقول لك ايه هي هتتقلب بقى عربي بقى، سعر الواحد. وهنا دي سعر الوحده، وهنا تكلفة الوحدة، تمام كده؟ بص بقى هند، الفكرة بقى بنقول له إيه؟ بنقول له محمد خالد دخل معانا، بنقول له إيه؟ بنقول له إحنا عايزين لو سعر الوحدة هنا، بنقول له هنا لو سعر لو اللي هو إيه؟ سعر الوحدة اكبر من 5000 جنيه حط لي يس، تمام كده؟ تمام. يعني كده احنا وقفنا فيها خلاص كده. طب لو مش اكبر من 5000 هات لي تكلفه الوحده اللي هي التكلفه دي. نعم سامعك. كنا ممكن نعمله باف بس لما احنا قلنا يس هات لي مثلا الحته دي ونو اخترنا حاجه تانية، ولا ما كانش ممكن نعملها؟ لا مش هينفع. ما انا هقول لك مش تعرف تعملها ليه، هتربطها ازاي؟ يعني هيجيب لك انهي سعر لانهي حاجه. ما احنا قدامنا ليبيا، احنا عايزين لو سعر الوحده اللي قدامها ده اقل من اكتر من 5000 جنيه يس ماشي. طب لو لا، احنا عايزين اللي هو سعر تكلفه الوحده بس الليبيا، تمام، مش لكندا مش لجبان، فاهم قصدي ولا؟ تمام انتوا كده معايا كده يا جماعه؟ هو خالد لسه كان داخل. أيوه. شويه انتوا كده معايا يا جماعه؟ ما حضرتك؟ لا الصراحه لا، انا بحبك يا خالد والله. حبيبي انا بحبكم كلكم على فكره. طب ماشي نعيد الاول. بصوا يا جماعه اللقطه دي، انت كده معايا خالد صح؟ اه كده معايا. بص بقى ركز في اللقطه دي، بنقول ايه؟ بنقول ان ليبيا سعر الوحده بتاعتها ب 8000 وشويه، فاحنا عايزين نحط هنا ايه، نقول له ايه، لو سعر الوحده دي اكتر من 5000 جنيه حط لي هنا يس. تمام. لو لا هات لي تكلفه الوحده اللي هي دي اللي تمام كده؟ تمام ماشي. تعالوا بقى عشان دي اف وفي لوك اب مع بعض. بصوا يا جماعه والنبي بالله عليكم بس يعني خليكم تمام معايا بس عشان نقفل. بنساوي ايه بقى اف؟ احنا هنشتغل عادي اهو، بنقول له هل دي اكبر من 5000 جنيه؟ لو حط لي كلمه يس. ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي، لو لا يبقى اعمل لي في لوك اب بليبيا في العمود في الجدول ده، وهات لي تكلفة الوحدة اللي هي رقم 11، واختار لي النتيجة الصح
واقفل الكوس ونقول الو. حد فاهم حاجه من اللي انا قلته ده ولا لا؟ لا جامده دي حلوه والله. ايوه ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي. احنا دي عشان دي طبعا يعني هيقول لي يس او يجيب لي سعر التكلفه بدل ما يقول لي يس. بجد بجد الله ينور. احنا عملناه اهو يبقى انترنت كونكشن. نقفل. احنا كل ده يا جماعه لسه فوق. طب ايه رايكم لو سحبنا الماوس تحت؟ ها نشد ولا ايه؟ اعمل دبل كيتد للكل السيلز. نشد؟ لا استنى نشد. يلا بسم الله دبل كليك. اصبر ماشي. بص بقى ركزوا بقى في اللقطه دي. لما دي بقت اكتر من 5000 قال لي يس، لكن دي اقل من 5000 فجاب لي سعر تكلفه الوحده تكلفه الحاجه. طب ايه رايك لو رحنا كندا كده ونشوفها؟ كندا اهي تكلفه الوحده بتاعتها كام؟ 90.39. تعال نشوف هنا 90.39. طب ايه رايك لو دورنا في السودان؟ اهي تكلفه الوحده بتاعتها كام؟ 263.33. طب تعال نشوف هنا في السودان 263.33. انا عملنا معادله حاجتين في حاجه واحده. رحمه محروس رفع ايديها فيها رحمه. معلش ممكن اقول حاجه؟ هي دي كده ما تبقاش بقى سعر الوحده، ده مثلا هيبقى توتال المباع مثلا من الوحده دي. افهميني، هي الفكره كلها ان انت تعرفي تدخلي معادلتين في بعض. انا بديكي امثله كده عاديه، فاهم قصدي؟ انا فاهمه، انا بحاول اشوف منطقيه الحاجه. انا فاهمه والله، بس انا بحاول اشوف منطقيه الحاجة، فحسيت ان مخي وقف يعني. لا لا مش منطقية. لا هي مش منطقية. احنا بنقول ايه؟ لا لا على فكرة ممكن تبقى منطقية، على فكرة ممكن تبقى منطقية. يعني مثلا يقول لك ايه اللي هو بيقول لك سعر الوحدة مثلا ب 8000 جنيه مثلا، فهو لو انت ما جبتش سعر الوحدة هات لي التكلفة بتاعتها عشان اعرف حتى تكلفتها كام. فاهم قصدي؟ لا انا مش قصدي كده، مش قصدي كده. سعر الوحدة لو حضرتك شفت يعني مثلا مكتوب ايه في الثانية اللي هي كندا 3018، طب التكلفة حضرتك بتقول 90 جنيه 93 قرش. لا هو ده اكيد توتال مش سعر الوحدة، هو كوست مش السعر، هو التكلفة. وانا على فكرة انا مش فارق يعني ما سعر ممكن يعني هو ده مثال مش اساسي يعني. انا مش انا اسف يا رحمة، انا اسف معلش والله. انا بس لا لا هي غلطتي، انا محاسبه وشخصيه تحليليه وكده، فمعلش في حاجات مش بقدر اعديها، انا اسف والله. معلش. لا ولا يا نهار ابيض، احنا تحت امرك يا استاذ رحمه، احنا تحت امرك والله العظيم. ماشي، في حد تاني يا جماعه عنده ان لوجيك في الحته دي؟ حاسب وعديتها. انا كمان كمحاسب وعديتها على فكره، بس انا شغال برضه داتا اناليسيس برضه والله يا استاذ. بس انا اقفل الكاميرا كده عشان ايه؟ نعرف نتكلم عشان باين عليك الكونكشن بيقطع. انتوا كده تمام؟ بيقطع الحته دي. هي تمام. اللي عاجبني في الموضوع كله يا جماعه ان انتوا تدخلوا معادلتين في معادله واحده. هو المثال على كده. ايوه يعني الشروط دي بقى احنا اللي بنحطها بالظبط. ايه رايكم نعمل حاجه ثانيه مثلا؟ طب معلش اتفضل. انا اسف اسمحوا، بس احمد يحيى بيحاول يدخل وبيكلمني برضو عشان هو بيحاول يدخل، عمال اقول له في باسورد وفي باسورد وبتاع، عمال اقول له مفيش باسورد، بس هو بيحاول يدخل فعلا. والله انا عارف، انا مش عامله باسورد، بس مش عارف مال. طب انا مش عارف اعمل ايه؟ ما انا مش عارف. لما يقفل بقى المره الجايه يعني ندخل معاه. هو جاب لي اول ما دخلت قال لي، جاب لي زي الويتنج كده في الاول، بس لقيت نفسي دخلت على طول. تمام، بس لكن ما فيش حاجه تانية والله. هو ما فيش باسورد، هو ويتنج بس. ايه رايكم لو نعملها مش مع في لوك اب؟ ايه رايكم لو عملناها مع سم اف مثلا، او اي معادله تانية؟ ايه رايكم في الحته دي؟ الو. ايوه تمام. ماشي، تعالوا بقى نعمل دي مثلا ونخليها سم اف. سم
وهو هو نفس المعادله هي هي يا جماعه. ركزوا في النقطه دي. لا انا هعدل عليها بس. لا مش هنعملها كده. ايه رايك بقى؟ انا عايز بقى ايه ارخم اكتر. انا عايز اخليها اف مع في لوك اب وسام اف. ده انا هبقى تنح بقى ده حوار. ما انت ما احنا عايزين بقى نرخم اكتر. وسام اف حد كده معايا؟ بس انت معايا؟ ايوه. بس الواقع العملي بيبقى فيه برضو الحاجات دي. في لا في ما تقلقش فيه. لا في حاجات غريبه قوي على فكره. في حاجات فعلا احمد يحيى دخلوا معايا. في حاجات فعلا معقده جدا والله ان انت مش هتصدق ان هي. هقول لك على حاجه صح. افتحوا بس صح الموضوع ده. انتوا معايا كده؟ خليني كده صح. حضرتك انتوا تعرفوا ان انا لسه من حوالي شهر كان في قدامي تشالنج واكسرسايز فظيع. عارفين رقم البطاقه؟ رقم البطاقه ال 14 رقم. تعرفوا ان انتوا تعرفوا في حاجات في رقم البطاقه دي غريبه. اولا في العيد لعيد ميلاد طبعا. في خوارزميات كده. ركز بقى. كود المدينه في لو انت مواليد قبل 2000 بيبقى مكتوب قصادك رقم 2. لو بعد 2003 بالظبط. عارفين اللقطه دي يا جماعه؟ في حاجه تانية عايز اقول لحضرتك عليها. في رقم 88 او رقم بيبقى مكرر مرتين. انا مصريه بس مولوده مش في مصر، فبيديني ان الرقم دوت الرقم ده ان انا مش مولوده في مصر. بالظبط. يعني قصدي ايه؟ قصدي شايفين بقى رقم بطاقه طويل ده؟ مطلوب مني ان انا احط رقم بطاقه كده يطلع لي الراجل ده اتولد ميلاده قد ايه؟ عمره قد ايه؟ عمره دي طلعت عين اهلي عشان احسبها. عمره قد ايه؟ الراجل ده ايه تاني؟ في ايه تاني؟ بس مفيش حاجه تانية. ذكر ولا انثى؟ ذكر ولا انثى؟ بالظبط كنت لسه هقولها. الرقم اللي قبل الاخير لو فرد يبقى ذكر، لو زوجي يبقى انثى. دي بقى من ضمن الحاجات اللي كانت تشالنج. الموضوع ده خد مني حوالي 4 ساعات ولا حاجه، بس سبحان الله جبتها. يعني الموضوع ده عجبني جدا والحمد لله عملتها. انت بتشوف دي بقى حاجه ولا محاسبه ولا على الله، بس انت بتجيلك كده تاسك كده بتتحذف عليك من الاخر كده. خطه يعني حلها لي، يعني ايه فك الخيط بتاعها وحلها لي خلاص. في اللي جايه دي بقى بالله عليكم، اللي مش فاهم ليه مش فاهم عشان اللي جايه دي هتبقى جامده جدا. ها نتوكل على الله. حضرتك تمام؟ نتوكل على الله. بصوا يا جماعه بقى في اللقطه دي، اللقطه دي حلوه جدا. نقفل بس الكاميرا ونقول الو. بصوا بقى، هي نفس الشرط. هنقول ايكوال اف، بنقول له ايه اللوجيكال تيست ده؟ هل ده اكبر من 5000 جنيه؟ اذا ركزوا بقى، لو ده اكبر من 5000 جنيه، لو ده اكبر من 5000 جنيه هات لي في لوك اب، هات لي اللي قدام ليبيا. تحبوا نختار ايه من قدام ليبيا؟ يعني تختار ايه من هنا مثلا؟ نختار ايه؟ نختار الايتم تايب اللي هو كازماتيك ولا كلوزس، ولا نختار التاريخ، ولا نختار الاوردر اي دي؟ ايه رايكم لو نختار الاوردر اي دي؟ يقول لك لو اكتر من 5000 جنيه هات لي رقم الاوردر. ايه رايكم؟ تمام. دي هتبقى منطقية شوية ولا ايه؟ ولا ايه يا هاجر؟ تمام. لا رحمة قصدي، ولا ايه رحمة؟ ايه رأيك لو جبنا المنطقية شوية في الموضوع ده؟ لطيفة جدا. بس كده، أنا عايز اللقطة دي. هنقول له إيه؟ هنقول له كده أهو. بنقول له ثواني، إحنا فين؟ إحنا بقينا هنا. بنقول له إيه؟ لو ده أكبر من 5000 جنيه هات لي رقم الاوردر اي دي. رقم الاوردر اي دي منين؟ هنيجي هنا ونختار من اول الـ البلد لحد رقم الاوردر الاي دي. هيبقى ده رقم كام؟ رقم 7. وهنختار 7، نكتب 7 اهي في الكولوم اهو، وبعد كده نعمل كده ونختار الفولز. كده احنا خلصنا في لوك اب. لكن لسه ناقص لنا شرط تاني في الاف. لما تيجي في الاف اهي، اول شرط اتحقق، تاني شرط لسه ما اتحققش. هنروح ده ياسين كوما الشرط التاني. تعالى نقف هنا نقول له بقى ايه الشرط التاني. تعال نمسح دي كده اهو، نمسح كده ندوس كوب. يقول له نقول له ايه؟ لما كان ده اكبر من 5000 دورت لنا على رقم الاوردر اي دي تمام. لكن طب لو اقل بقى من 5000 هات لنا سم اف، مجموع. ركزي بقى في اللقطه دي، اللقطه دي بنت كلب معلش يعني هتشيل. سم اف بيقول لك ايه؟ اهي المجموعه، اهي الرينج
النطاق، النطاق اللي انت عايز تجمع فيه. نطاق ايه؟ هتقول له النطاق اللي هو بتاع الكونتري. بعد كده ندوس كومه. الكرايتيريا، انهي كرايتيريا؟ هتقول له اللي هي ليبيا. انا بدور الكرايتيريا دي يا جماعه في اي حاجه بتبقى الخليه الواحده اللي انت عايز تدور بيها. السام رينج، السام رينج انه نجمع ايه يا جماعه؟ تحب نجمع ايه يا استاذ رحمه؟ اللي حضرتك شايفه يا فندم. انا هختار اليونت برايس. هي جت عليا انا اهي، ونقفل الكوس، ونقفل الكوس تاني اهو، نقفل الكوس اهو، دوس انتر. ضربت ولا ايه؟ بسم الله. المعادله كبيره قوي. لا استنى، دي هتقفل مع دي. يبقى نقفل كده. كده ميك شور انكلودد. هو انا دوست طب معلش معلش انا اكتبها انا بسرعه، معلش انا اسف، معلش المعادله كبيره فعلا جدا. تعالى نكتب اهو، دوس لو ده اكبر من 5000 جنيه والله اللي عاملها اهي. هات لي في لوك اب اللي هي ليبيا، وندور على رقم الاوردر اي دي اللي هو رقم 7 اهو، ونقفل دي. بعد كده نقفل الكوز ده كده، احنا نقلنا دي. وبعد كده طب لو لا اكتب لي سام اف اهي. المعادله فوق يا جماعه، بتتكتب فوق اهي، المعادله بتتكتب فوق اهي. الرينج انهي رينج؟ قول له الرينج ده اللي هو في 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 الحاجه اللي انا بدور جواها. الكومه الكرايتيريا دي اللي هي انهي، اللي انا ارجع تاني هنا واقول له ليبيا. بعد كده انت عايز تجمع انهي، اروح قايل له يونت برايس. بعد كده نقفل الكوس بس كده، دوس اوكي بس كده. السلام عليكم. بصوا يا جماعه الارقام ايه الرقم ده بقى؟ الارقام الكبيره دي ارقام الاوردر ايه؟ نعم لا مفيش اتفضل. بصوا يا جماعه الارقام الكبيره دي ارقام الاوردر اي دي، الارقام الصغيره دي الارقام اللي اقل من 3000 جنيه، اللي اقل من 5000 جنيه. بصوا يا جماعه اللي انا بس عايز اوصله لكم ان انت ممكن تدخل اكتر من معادله جوه معادله واحده. اف دي ان انت ممكن تدخل اكتر من حاجه، احنا بنقول له ايه اف؟ هل الرقم ده اكبر من 5000 جنيه؟ لو قال لك اوكي، بص ركز بقى، لو الشرط اتحقق روح هات لي رقم الاوردر اي دي، هات لي رقم الاوردر اي، الرقم بتاع الاوردر، هات لي رقم الاوردر بنفسه. طب لو لا اجمع لي كل اليونت برايس او كل ارقام الوحدات كلها واجمعهم لي مع بعض. اللي انا الكونسبت من الموضوع ايه؟ ان انت تدخل اكتر من معادله في معادله. تمام كده. بصوا بقى الحاجه الغريبه والاخيره بقى خالص بقى كده، وبعد كده خلاص ثانيه في البث دي كده، دي كده اخر حاجه في اف، يعني عشان اف دي بت بت بتوقف العقل شويه. معلش انا هوقف بس السكرين شير لحظه، هوقفها لحظه بعد اذنكم. هتقف ازاي؟ انا مش عارف اوقفها اساسا. ستوب شير. ستوب شير. انا كده وقفت الشير، هوقف بس ايه. هو حضرتك قلت هنبدا من 81 صح؟ بالظبط. مش من 50. الاول ايه، احنا لازم نقفل الاول الحته اللي تحت دي. بيقول لك ايه اللي اقل من 50، ما هو مفيش هنا 40% او 30%، يعني المفروض ايه اللي اقل من 50% زيرو، صح ولا غلط؟ تصاعد يعني. ما احنا هنبتديها، هتشوف دلوقتي انا هبتديها ازاي. تمام. بص هنقول ايه، هنيجي هنا اهو، اف ده اقل من 50% اذا زيرو، اذا دي اللي هي لو الشرط اتحقق هتبقى زيرو. تمام. تمام. طب لو لا، ركز بقى في اللي جايه، لو لا هنعمل اف ثانيه. اف ركز في اللقطة دي، لو ده أصغر من 81% اللي هي هنا دي أهي أهي، شايفين يا جماعة؟ لو دي أصغر من 81% إذا اديله أصغر، قصدي من 81 أو 61، لا من 81، لا لحظة، من 81% إذا اديله
4000 جنيه اللي هو ده. لا ادي له قص 3000 جنيه. ما هي الاصغر من 81% ادي له 3000 جنيه. ما هو من 81% ل 100% 4000 صح ولا غلط؟ طب ما كده برضو ال 61 وال 70 وال 71. انا لسه بعمل في شرط واحد. احط شرط بقى. ما هو ايوه ما هو لسه في شروط تانية كتير يا جماعه والله وربنا. هو اربع معادله، اربع شروط في المعادله دي صح؟ ايوه ايوه ده احنا هنزيد، احنا لسه هنبسط كتير قوي على فكره. يعني لسه السطر لسه فاول. يعني الفاليو، يعني لما يقول لي الفاليو اف فولس ده اللي انا هعمل فيه المعادله الثانيه. بالظبط بالظبط كده. دي الحته دي صح. جدع جدع رحمه، عشان انت بتحبي الحاجات دي، ده اكتر مثال او اكتر معادله تبقى لوجيك تقدر تشتغل عليه. تمام كده يا جماعه؟ انا مع حضرتك. تمام كده صح. عاوز احب اعمل الحركات دي. المهم هقفل الكاميرا ونتكلم. بصوا اهي، اف لو ده اصغر من 50% اذا زيرو. ما هو مش هياخد حاجه، ما هو انا من اول هنا 50% صح. تمام بعد كده اف بقى. بعد كده بقى نرجع بقى من فوق، نطلع من تنازلي من فوق لتحت. لو ده ايه ده بعد كده نعمل اف تانية. لو ده اصغر من 81% اذا 3000 جنيه. طب لو لا نعمل اف ثالثه. اف لو ده اصغر من كام يا جماعه؟ مين اللي جاي تاني؟ 70 71 71% تمام. 71% اذا هندي له كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه تمام. بعد كده اذا تانية لو اصغر من، بعد كده نكتب اف تانية، لو دي اصغر من 61% ندي له 1000. ندي له 1000. فاضل معادلة اخيرة. ها مين اللي هيقول لي بقى المعادله الاخيره دي تبقى ايه؟ اللي هي 100% اللي هو اكبر من 81 بقى او يساوي 80. لو غير 80. كل ده ادي له 4000 جنيه. انا مش لسه هكتب فوق ال 81. فاهم قصدي؟ تمام بس ادي له 4000 جنيه. تعالى نقفل بقى. بص بقى الاكواز بقى لما تيجي تقفل. بص بص ركزوا معايا. بص يا هند، بص يا رحمه، بص يا خالد، بص يا مجدي، بصوا كلكم. يعني في بص المعادله دي في كام قوس مفتوح. بص اول ما تيجي تقفل اول قوس اربعة هتلاقي فيه قوس قفل، هتلاقي فيه قوس لون. بص القوس ده هيلون ازاي؟ القوس ده هقفل هقفل قوس تاني هتلاقيه لون. بعد كده هتلاقي فيه قوس هنا هيلون تاني، هقفل قوس تاني لحد ما يسود معاك. دوس انتر. ركز بقى كده ونبص دي. بص يا جماعه ها قولوا لي بقى كده انتوا فهمتوا ايه من اللقطه دي؟ هو 50% خدت 3000 ازاي؟ كلها اتحققت. هو ازاي 50% خدت 3000؟ ما هو من 50 ل من 50 ل 60. من 50 ل 60 واخد 1000. المفروض 1000. المفروض 1000 صح؟ تصدق هو المفروض اقل من 50% ياخد 0، لو اقل من ياخد 3000، لو ما اعرفش 70، امال ايه كلهم 3000 ازاي؟ ثواني انا دي حسبتها. انت عملت حضرتك اقل من 81 هياخد 8000 فبالتالي طبقت. احنا لازم نعيدها. نعم بتقول اقل من 81 فهي طبق، ما هي طبقت على 70 وال 60 وال 50 عشان كلهم بالتالي تحت ال 80. بص اقول لك على حاجه هنعملها هيتين ايه. بص اهي بنقول ايه، بيقول لك اهو لو ده اقل من 50% اذا زيرو. طب لو ده اكبر من 50% او كده تمام اذا 1000. 1000 لو اكبر من اف لو ده اكبر. طب ثواني. نعم ممكن كده برضه هيفهمها اللي هي اكبر من 50% يطبق عليها برضه 60. هو ده بقى اللي انا عايز اقوله لك. اللي انا لما عملتها ال1000 دي هي فعلا كنت انا ناقصه بس ال1000 بس. لو اصغر من 50% ادي كده زيرو، لو اكبر من 50% تعالى بقى نعيدها من فوق. لو ده اصغر من اكبر من ولا اصغر من 81% اديله 3000 جنيه.
لو ده اصغر من 71% اديله 2000 جنيه. لو ده اف تاني واحنا في اني اف ثانيه 2000 جنيه. من كده فاضل ال 4000 كده نقفل القوس بتاع ال 2000. لا اف اف 71%. ماشي انا اصلا تهت في معاك. لو اف اصغر من بعد كده لو اف اصغر من لو دي اصغر من احنا قلنا كام لحد 71% 61%. بس كده انت عملت القوس قبل بعد العلامه. معلش انا عمال عارف انت اللي هو ايه عمال ابرق كده عارف اللي هو ايه اهي دي اتقفلت مع دي بعد كده لا انا في حاجه عدتها من حاجه. لا معلش ثانيه اقفل اهو. معلش انا اسف عشان انا بس ايه دوست غلط. انا اسف. لو دي اصغر هو والله هو كويس لينا والله اللي احنا بنشوفها كذا مره. بص يا جماعه لو دي اصغر من 50% اذا زيرو. طب لو دي اكبر من 50% اذا 1000 جنيه. 1000. طب لو دي اصغر من 81% لو دي اصغر من 81% اذا معرفش هو في حاجه تانية. لا انا بدوس غلط. هو اف مش احنا ما قلناش اف دي. ايوه بالظبط. لو ايوه بالظبط كده انا عمال ادوس المعادله ما بتجيش معايا. لو دي اكبر من 50% اذا 1000 يبقى بعد كده نعمل تاني اف اف. لو دي اصغر من 88% اذا 3000 جنيه. لو دي لا اف تاني. لو دي اصغر من 71% اذا 2000. بعد كده اف. بس كده اف كده احنا 2000. احنا كده وقفنا عند 2000. غير كده يبقى 4000 جنيه. مش هحط لها اف بقى برضو. لا بس الارقام اتغيرت الصراحه. بص لا هي هتيجي بص عشان الارقام دي انا على طول لازم اقعد في النص. بص انا اقول لك ايه ثانيه بقى. احنا قلنا 50 60 70 80 بالظبط. لحظه بقى نعملها. انت ممكن نعملها حاجه؟ اتفضل. احنا كنا ماشيين 50 اصغر من بعد كده 50 اكبر من بعد كده 81 بعد كده 61 بعد كده 71 غير كده يبقى 4000. تمام ممكن احنا نمشيها لو اصغر من 50 بعد كده اكبر من 50. ايوه من 50. لو اصغر من 61 بعد كده اصغر من 71 بعد كده اصغر من 81. مفيش مشكله. احنا قلنا لو هي اصغر من 50 اذا زيرو. طب بعد كده اصغر من 61 لو اصغر من 61% اذا 1000 جنيه. 1000 1000 لو دي اصغر من 71% اذا 2000. معلش ممكن نعم لو اصغر من 81 في حد قال حاجه كده نعم احنا كنا لو بيساوي 50 نعمل ايه بالظبط كده. لو بيساوي 50 يعمل ايه؟ ما احنا قلنا لو بيساوي اكبر اصغر من 50 زيرو. ما هو اصغر من 51 لحد 50 ادي كده 1000 جنيه. ما احنا قايلين اصغر مش مكتوبه ال 1000 مكتوبه ال 1000 اصغر من 61. هقول لك لحظه اديني بس لحظه. لو نكمل دي دي اصغر من 81 اصغر من 81 اذا 3000 غير كده بعد كده غير كده 4000 اهي ظبط. ايوه كده جت كده ظبط. عيب عليك. المعادله دي يا جماعه المعادله دي من احسن المعادلات انك تشتغل فيها اف كلها. دي معادله فيها دي يعتبر كور اي شغلانه اي حد بيبيع وبيشتري وتارجت وكل حاجه بيحسب الحسبه دي.
هو ليه ما كانتش جايه في الاول يعني احنا مش مترتبه. مش هكدب عليك انا في حته كده شردت مني فكنت مركز في حاجه تانية غير هنا يعني كنت مركز في حاجه تانية. بس فعلا ما شاء الله انتوا اللي عملتوها مش انا اللي عملتها. الفكره بقى محاسب انت بتكلم محاسب برضه خالد والله انا الفكره كلها يا جماعه ان الحسبه زي دي حسبه جامده جدا على فكره. انتوا تخيل اف بس انتوا اهم حاجه صح العين بس بشيء ان انت لازم تشتغل على ايدك. انت بتشتغل بايدي انا اللي بتحرك لكن لما بتعملها بايدك في الوقت يعني بايدك انت هتلاقيك عطلت شويه. فانت حاجه زي دي تشتغل بسرعه عليها شويه وتمارسها اكتر. هند رحمه فاطمه يحيى طبعا وخالد طبعا شغالين معايا ومجدي طبعا باقي اخبارهم معايا. تمام. لا مش تمام مع حضرتك فيها طعم. لا انا تمام والله يعني الدنيا تمام. اصل اف دي صدقوني انا عامل اف وفي لوك اب في محاضره واحده بس. المحاضره الجايه ان شاء الله تبقى بيف التيبل وان شاء الله نبقى نعمل بعد كده ريبورتات يعني يعتبر كده احنا قربنا نخلص على فكره الاكسل. انا مش قصدي اكون انا مش قصدي اكون الطالب المجتهد واقول حاجه يعني بس انا يا ريت يبقى في تاسك كده مثلا بسيط لو اللي يعمله او ما يعملوش يعني. بص بصراحه انا ما جربتش اعمل تاسكات لحد. الناس بتشتغل احنا ناس كبيره يعني نعم ونحن ناس كبيره يعني انت المفروض بتعتمد على التاسك مش واجب. بص مش هكدب عليك انا هبعت لك الشيت ده وانتوا تشتغلوا عليه براحتكم يعني. الشيت ده يبقى موجود معاكم وانتوا تشتغلوا عليه بنفس الحاجه بنفس كل الذات نفس يعني هي مفيش اي تغيير فيه. هبعته لكم وانتوا تشتغلوا عليه بحيث ان انتوا تجربوا على نفس الامثله دي. بص زي التاسك اللي فات كده واشتغلنا عليه نفس الشيت اللي فات. انا واحد زي زيكم بالظبط يمكن اقل منكم فعلا وابتديت في الاكسل فعلا بنقلب بالصفر. الاكسل ده عموما ده براكتسنج اللي انت لازم تتدرب عليه زي اللغه زي كذا حاجه تاني. البايثون فيه حاجات كتير قوي نسيتها لان انا للاسف ما بقتش ابراكتس عليها كتير. اللي انا بس عايز اقول لك في الاكسل لازم تشتغل عليه كتير ولازم تتدرب عليه على اكتر من امثله. المثال اللي انا بديهولك ده فيه اكتر من 1000 رو صح. انت ممكن تشتغل عليه براحتك. ده انت عندك ماده خام تقعد تشتغل عليها براحتك. اف وفي لوك اب دولت من اكتر الحاجات اللي بتشتغل فيهم الاكسل. الحاجات التانية مثلا زي صم وجمع والكلام ده قلت لكم في المحاضره الاولى. المحاضره التانية ان شاء الله تبقى بيفوت تيبل. حد يعرف البيفوت تيبل او سامع عنه؟ انا سمعت عنه بس مش عارف بيعمل ايه. البيفوت تيبل ده ايوه انا عارفه بالظبط. انا عارفه كده. البيفوت تيبل صدقوني مشرفني والله. نعم المحاسبه رحمه لازم قولي يشرفني والله ربنا يخليك. بقول لك ايه عارفه انت الاي سي سي لو في ناس بقى بتكتب بقى اي سي سي رحمه محروس عارفه انت على فيسبوك انا كده ممكن اتجلط. لا حرام عليك. لا لحظه انا كان زمان كان بيكتب انجي احمد مصطفى فكنت فاكرها اسمها انجي يعني انجي احمد مصطفى المهندس. اخواتنا مهندسين في مهندسين وفي مهندسين. الايميلات كانت نظام ايه؟ يقول لك ابعت لي سند ميزس ايميل اساب. حد يعرف اساب دي؟ اساب ليه؟ انا كنت بقى يا جماعه ايه اساب دي؟ انا مش فاهم يعني ايه اساب دي؟ قال لي اساب يا محمد على فكره هم بينطوها فبس يعني هم بينطوها اساب برضه على فكره يعني حتى الاجانب بينطوها اساب ما بيقولوش ASAAB بيقولوا يعني حاجات زي كده. فبجد البيبي تيبل يا جماعه المره الجايه ان شاء الله ده يا هند ايوه ده شايفه الشيت الكبير ده اللي احنا شغالين عليه الكبير قوي ده شايفه ان شاء الله بعون الله الشيت ده هنلخصه في البيبي تيبل. البيبي تيبل ده تلخيص بيانات بالهبل. فبجد ده يا جماعه بجد المحاضره الجايه دي فعلا محاضره تلخيص شغل يعني انت عندك داتا كبيره جدا فانت بتضمها يعني بتعمل كومبريس كده وبتخليها داتا صغيره جدا. بجد الموضوع هيبقى جامد قوي وانا مبسوط جدا ان انتم حلتوا معايا الاف دي اللي هي المعادله فين اف دي اللي هي اف. بجد دي يعني دي لازم تخلوها معاكم بجد دي ساعدوني فيها يعتبر انتوا اللي عملتوها مش انا اللي عملتها. فبجد الموضوع ده حلو قوي واتمنى تكونوا استفدتوا. انا اسف لو طولت عليكم معلش اصل انا ساعات كده بقعد ايه افتح الكاميرا واقفل الكاميرا زي دلوقتي كده لا عادي بس والله يعني انا بحاول والله ان انا اساعد ولو حد عنده اي مشكله في الاكسل انا تحت امرك وانا خلاص شكرا يا استاذ محمد. ممكن اقول حاجه؟
بسمع. تمام. بجد بجد ده من احسن الكورسات الاكسل اللي انا حضرتها بجد في حياتي والله. ده انت حضرت اكسل من ورايا يا رحمه؟ يعني انت بتروحي تلفي ورا وبعد كده تيجي تجربي عندي؟ صدقني لو كنت اعرفك من الاول ما كنتش عملت كده. ماشي يا ست. على فكرة أنا مش أنا ممكن أقول حاجة برضو أستاذ محمد، ممكن أقول حاجة بس أنا ما كانش قصدي حاجة وحشة لما قلت المحاسبة رحمة، تمام؟ أنا بس عشان ما يكونش فيه أي ضغينة. يا عم مجدي بقى يا جدع. يا عم مجدي احنا كلنا محاسبين. أنا محمد مجدي يا عم الله. على فكرة يا مجدي أنا مش شغال في المحاسب كمان، أنا مش محاسب، أنا شغال حاجة اسمها داتا أناليست. داتا أناليست تحليل. أنا داتا أناليست، أنا بطلع المصارين الداتا. أنا عشان كنت البايثون دي فيها تحليل بيانات يعني مكتبات وكده، عايز أعمل داتا أناليسز وعايز أعمل أدخل كذا حاجة في كذا حاجة. بص يا جماعة، في حاجة جامدة جدا ظهرت في الإكسل الجديدة اسمها داتا موديل، اللي هي دي مانج داتا موديل، دي اختراع، دي حاجة اسمها داتا ستراكشر، حاجة جامدة جدا. دي لسه مكتشفة قريبة على فكرة، لسه مكتشفة من شهر. الموضوع ده حلو قوي، بس ان شاء الله لسه مش هيجي وقته دلوقتي، يعني وقتها نبقى نتكلم فيه. بس بجد بجد يا جماعه انا فعلا مبسوط جدا والله والله جدا جدا ان انا قعدت معاكم، وان انا مبسوط جدا ان انا يعني ان انتوا ساعدتوني في حاجات كتير في الاكسل، وان انتوا ساعدتوني في شغلكم كمان. فاتمنى ان شاء الله نكمل مع بعض. انا خلاص يعني كلها مرتين ثلاثه، يعني نقول مثلا هيبقى في نص رمضان وهنخلص على كده وبس كده. وده كده الاكسل اللي تقدروا تمشوا بيه وتقدروا تشتغلوا بيه في اي شغل تاني. اللي انا بدي اقولكم ده يا جماعه ده الاساسيات. نعم ده الاذان، الاذان شغال عند حد بالظبط، يعني ما الاذان عند شغال. الله اكبر الله. اللي انا بس عايز اقوله لكم ان ده الاكسل اللي تقدروا بيه تشتغلوا في اي اكسل تاني، في اي قصدي في اي شركه تاني، لان الشركات التانيه بتبقى عايزه فيه لوك اب اف بيفت تيبل، بتبقى عايزه شويه تنظيم وتظبيط شويه في الريبورتات، ودي اللي انا عامله لكم في اخر محاضره وهكذا. لكن مش عايزه مثلا ليفت ورايت وازاي تعمل لي ما اعرفش صم، يعني الحاجات دي تبقى بسيطه شويه. طيب كده يا جماعه تمام. شكرا جدا لكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.